السلام عليكم مشاهدينا الكرام، تبارك الله عليكم. اليوم كنتواجدوا في دوار اونوت. دوار اونوت كما تشوفوا معايا في الصوره هو هذا، كاين واحد الجزيره على بالكم، جزيره اونوت، بمناسبه الصدقه اللي كيديروها كل عام. اجواء عامره ما شاء الله. انا راني في واحد المنطقه شويه عاليه، ان شاء الله غادي نمشيو تما ونصور لكم عن قرب. كيديروا الخيمات، الناس كيجيبوا معاهم، يعني كيجيبوا لك صعيد ديال الطعام، كيدفعونا العجوله، هي يعني الصدقه معروفه. هذا هو دوار اونوت اللي جاي قريب تافوغات. هذا المنظر رائع، دايرين به جبال بني زناسن كما تشوفوا معايا، هما جبال بني زناسن. هذاك الجامع تاع دوار اونوت، الناس راهم عاد يتوافدوا قريب صلاة الظهر، الناس راهم يتوافدوا على هاد الدوار. ان شاء الله غادي نمشيو تما ونبارطاجي معكم الاجواء. تحياتي لكم خوتي، خليكم معنا. الناس اللي اول مره يشاهدونا ما ينساوش يشاركوا معنا، دخلوا واحد لايك لهذا الفيديو هذا، تبارك الله عليكم. هذه المقبره اللي جايه في دوار اونوت، مدفون فيها يعني سيدي علي السيد. هي المقبرة، إذن توا فود الناس دوار اونوت. هذه منطقة خاصة بالنساء كما راكم تشوفوا معايا هنايا. هنا هذه الدخلة تاع دوار اونوت كما تشوفوا معايا، كاين الناس اللي بناو هنا ما شاء الله ديور جداد، وكاين ديور اللي قدام هنا سبحان الله، يعني عندهم تاريخ هاد الديور هادو. المهم غادي ندخلو كندعو شوية خويا هنايا، يعني استغلت الفرصة أنني نصور لكم كي داير الأجواء هنايا في هاد الدوار، دوار أونوت. الصدقة اللي معروفة يعني كيجيو لها بزاف ديال الناس، غادي تشوفو معايا في الفيديو، يعني العدد كبير ديال الناس اللي جاو، وحتى يعني عدد السيارات بكثرة. كما تشوفو معايا هادي الساحة اللي ريقلوها هنايا، هنا نصليو. بالنسبة للمسجد تاع دوار اونوت هو هذا، يعني مسجد مغلق، تم الاغلاق ديالو بسبب يعني جاي في واحد البلاصة اللي شوية واعرة، جاي في واحد البلاصة اللي يعني فيها الجرف لتحت، ومع قديم شوية يعني تم الاغلاق ديالو. ما عرفناش واش غادي يتم الاصلاح ديالو ولا غادي يتم بناء مسجد اخر، الله اعلم. المهم كما راكم تشوفوا معايا هذا هو المسجد، كيدخلوا له منا، وكاين كاين بزاف ديال الدخلات تدخلوا كما تلاحظوا معايا. مسجد دوار اونوت. هادو بعض المباني قديمة هنايا في دوار اونوت، كانوا يبنيو غير بالحجرة كما راكم تلاحظو معايا. عدد كبير من هاد المباني كاينين هنايا،
هما اللي هم يعني هجروا ما بقاوش هنا في هاد الدوار، ولكن خلاو الاثار ديالهم كما طلعنا معايا هاد الحجر سبحان الله باقي قابض راسو. وهاد المنظر رائع هنايا، واحد العوين كيضرب فيك واحد العوين ما شاء الله. شوفوا البني كي داير في الحجره سبحان الله، هنا كاع هادو اثار ديال المنازل المهدمه. اول مسجد يبان من عاد تانيك كيدورو في هاد المنازل القديمه. شوفوا على منظر ما شاء الله رائع، يبانو من عده دواوير. سرا وعلانيه داك الانسان اللي يدور منك كتعطيه شي حويجات ما فيهاش حتى واحد، يعني حتى شي واحد ما عارف عليك الا ربعك، لان فيها السر. ولكن شي مره كتقول لواحد الانسان واحد ولد عمك ما قطع الرحم ولا كذا. الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما المهم كما راكم تشاهدوا مع اخوتي الخير ما شاء الله بدا كيتوافد. الصعيد ديال الطعام ما شاء الله داكشي مقوم، الخير شاط هنايا والناس دات وكلات ودات ما شاء الله. خليكم مع المناظر هذه اخوان في الطاولة تكون بخير. هاكا انسان اول اخوان هاو خاوي هاو خاوي هاو معطيهم معطيهم اللي قدام هات يلا يلا
شكون اللي ما زالش تعاون ياخذ يجلس نزورو الطعام. اخوان اللي كما في البيت اخوان اللي كما من الكيتون برا جيت الزيتون خذوا خذوا اخوان خرجوا من جيت الكيتون خرجوا جيت الزيتون اخوان اللي كما من الكيتون خرجوا جيت الزيتون اخوان جيب هنا الاخوان انتوا معكم طعام طعام موجود بكتا ها لا كاين موجود المهم الخوت هذه هي اجواء صدقه دوار اونود كما شفتوا معايا ما شاء الله كاينين الناس جاوا توافدوا على هذه الصدقه هذه الله يقبل والله يجعلها في ميزان الحسنات ديال الناس اللي داروا هاد الصدقة يجعلها في ميزان الحسنات ديالهم والله يجازيهم بخير تحياتي لكم اخوتي نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهاد المناظر هادي بدوار اونوت يلا نشكركم على المتابعة وما تنساوش ديروا لايك للفيديو وخليكم مع المناظر وتحياتي لكم السلام عليكم